معنا عبر الهاتف السيد إبراهيم الحمى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. بعد التحية سيد إبراهيم، يمكن نتابع مع حضرتك وهذا القصف المستمر والحي من جانب سلطة الاحتلال لقطاع غزة والذي يستمر منذ 13 يوما، إذا كيف ترى بإمكانية التهدئة لهذا القصف في الفترة المقبلة، وبالأخص أن هناك تحركات دولية وإقليمية؟ هذا ما نتطلع إليه ويتطلع إليه سيادة الرئيس محمود عباس وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الذين سيلتقون في مصر للبحث في سبل وقف هذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. نعم. ألو. نعم. تفضل. الو. نعم تفضل سيد ابراهيم. الو. نحن نسمعك جيدا، تفضل سيد ابراهيم. تفضل تفضل. نعم. نعم كنت اسال يعني انت اتفقت مع مدير مكتبي قبل شوي؟ نعم سيد إبراهيم ملحم، يعني نتحدث معك مرة أخرى ونتابع يعني باهتمام بالغ وبحزن وأسى شديد ما يتعرض له الفلسطينيين من هجمات شرسة من جانب سلطة الاحتلال الإسرائيلية. برأيك يعني كيف ستساهم القمة التي قادتها مصر، قمة القاهرة للسلام، في تهدئة هذه الأوضاع مع العاهل الأردني؟ سيد إبراهيم هل تسمعني؟